بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والآن مع كلمة فضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا ونحن نقول له أوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نريد أن نتكلم عن واجبنا في المرحلة الحساسة التي نحن فيها، لأن إن لم نتعامل مع هذه المرحلة بمقتضياتها فسيكون الأمر خطيرا بلا شك. نحن في لحظات إنقاذ
للأمة إن أمكن الإنقاذ. الشعور بوجود أزمة لا بد وأن يتحرك لمعالجتها كل المجتمع ولا بد أن نحركه، سبب أكيد من أسباب بذلنا كل الطاقة في سبيل الإصلاح. أحكي لكم قصة أحكيها دائما لإخواني. كان هناك عبارة غرقت في التسعينات اسمها سالم إكسبريس، فأحد الناجين منها يحكي لي قصة نجاته. العبارة غرقت في حوالي ربع ساعة، وجد نفسه من فوق سطح السفينة مباشرة إلى الماء. قال لي أنا عدت 48 ساعة ما نمتش ولا لحظة ولا شعرت بالتعب، وأول ما جت الطيارة الهليكوبتر ونزلت لي الحبل قالوا لي امسك الحبل عشان تطلع، قلت لهم مش قادر. الشعور بأنه قد تجاوز الأزمة، أن هناك من سيعمل غيره، أدى به إلى أن يشعر بالتعب، إلى أن يشعر بالعجز، إلى أن يلقي المهمة على غيره. لكن الشعور بأنه في خطر وأنه يوشك أن يغرق وأنه إما بذل كل جهد ممكن أو الهلاك، جعله يبذل كل ما عنده ولا يشعر بالتعب، يستقل جهده، العمر، الحياة. هل نستشعر أن أمتنا في مرحلة خطر؟ أقول لو كان الإخوة يستشعرون ذلك أظنهم كان لابد وأن يكونوا أكثر إيجابية في المجتمع مما هم عليه الآن. طبقات كثيرة جدا من المجتمع، بل عامة المجتمع، ما زالت تتفرج، ما زالت سلبية، لا دخل لها بالقضية، لا معاك ولا عليكم. والله أدينا عمالين نسمع كلام بقالنا 30-40 سنة ومحدش شاف حاجة. سنيين على إخوان على سلفيين، أهم كله على حزب وطني زمان. ما زال الأمر عند كثير من الناس مجرد فيلم بيتفرج عليه. شباب هذه المنطقة، الشباب الملتزم، ما دوره تجاه إخوانه من الشباب؟ أعرف أن هناك أمراضا تفتك بشبابنا، أمراض الضياع، الشعور بالضياع وعدم وجود هدف، الشعور بأنه لا فائدة على الإطلاق، اليأس. هذا اليأس يدفع إلى المخدرات، الجنس، البلطجة، العدوان، العدوانية تجاه المجتمع. بتشوفوا خناقات فعندكم في المنطقة بتحصل كتير، مش كده؟ سهل قوي بيطلعوا المطاوي فيها، ها؟ وطبنجات وسنج، مش شايفين المطاوي بقت موضة قديمة. السنج هي اللي والطلق الناري هو اللي موجود، مش شايفين ده سلوك عدواني خطير جدا، يقتضي ان في مرض موجود لدى رجال الأمة وشبابها، عنده عدوانية على الآخرين واستهتار بأمر الدماء. ايه دورنا اخواننا في هذا الباب؟ ايه دورنا في محاربة يعني الاستهتار بالحرمات، الاعتداء لأدنى ظن أن فلانا تجاوز حقه، تجاوز حده معي، أو اعتدى على حقي، مع أنه ربما لا يكون حقا وإنما مجرد مخالفة إرادتي. يعني في ناس يبقى فلان ده ما سمعش كلامي يبقى مباشرة يعتدي عليه،
وهذا يحدث كثيرا في الشلل والعصابات التي يعتدي بعضهم على بعض لمجرد فرض الهيمنة. خطر كبير جدا. احنا ايه دورنا؟ هو حزب النور ده جاي عشان يكسب الانتخابات؟ مش هيدي القضية. احنا جايين نغير المجتمع من قاعه. احنا وانتم كنتوا فين؟ زي ما الاخ كاتب السؤال، هو فين السلفيين دول ايام حسني مبارك؟ هقول لك، كنا متكتفين خلفي، كنا ما كانش حد يعرف يتحرك، كانت اللجان على الطريق كما قال شعيب عليه السلام: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وتبغونها عوجا. كان هناك موانع كثيرة، لكننا كنا موجودين في المساجد بفضل الله، التي هي بيوت الله في الأرض، خير البقاع. اللي أنا شايف إن اللي في الشارع دلوقتي هم اللي كانوا معنا في المسجد جوه، بس ده معناه إن إحنا لسه سلبيين جدا، إن إحنا ما قدرناش نجيب الشباب اللي بيستعمل السنجة والسلاح الناري إن هو يسمع كلامنا، حتى بدل ما يتفرج على كل ما يحيط به دون أن يكون له دور. الأمراض تفتك به، اليأس يفتك به، العدوانية النابعة من هذا اليأس، كذلك المخدرات تفتك به، الجنس الفاسد المحرم، الشباب بتوعنا في كل مكان على الموبايلات بتاعتهم صور ايه، هتلاقوا افلام قبيحة جدا يتناقلها الشباب في المدارس، في الجامعات، في على نواصي الطرق. الأمة تحتاج إلى أصلاح من القاع. عايز أقول لكم، قضية الانتخابات جزء من الدعوة، أو قضية العمل السياسي جزء من الدعوة في المجال السياسي، لكن لن تصلح هذه الأمة إلا إذا نزلنا إلى أرض المجتمع وبدأنا في الإصلاح الحقيقي، وبدأنا في الدعوة الصادقة إلى الله عز وجل، وبدأنا في الحوار مع الناس، في الحوار مع كل طبقات المجتمع خصوصا الشباب. أمل الأمة، مستقبل هذه الأمة، وقود نهضتها بإذن الله تبارك وتعالى، لابد وأن نذهب إليهم على الطرقات، لابد وأن نذهب إليهم في تجمعاتهم، حتى أثناء صراعاتهم، حتى أثناء مخاصماتهم مع بعضهم، نسعى للإصلاح بينهم. ما تفتكروش الكلام ده مستحيل، والله ما مستحيل. عندنا منطقة شعبية زي اللي عندكم اسمها مساكن الأمريكان، مليئة بالمخدرات، مليئة بالاعتداءات، مليئة بغرف فيها دعارة وفساد، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الإخوة قاموا فيها بمنع المخدرات، وأصبح بالتعاون مع الشرطة وبالتعاون مع القوات المسلحة وفتح الباب من خلال بعض التائبين إلى بقية من يتاجر في المخدرات ويدمن المخدرات في أن يوجد لهم عمل شريف، نساعدهم على ذلك، نفتح لهم دكان، نبني دكاكين، وبنينا دكاكين بالفعل، وجاري إن تقنن وضعها حتى تعطى لمن يريد عملا شريفا. ومن يريد التوبة من إدمان المخدرات عملنا له دور في المسجد، مسجد الخلفاء اللي بخطب فيه الجمعة، الإخوة عاملين دور للمدمنين، ما معهمش فلوس يتعالجهم، نعالجهم في المسجد، واللي عايز يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يأتي وسنساعده. وأخذنا برامج العلاج من مراكز علاج الإدمان وبنحاول نطبقها مجانا أو بالمساعدة مع بعض الخيرين في تقليل هذا الإدمان في منطقة أخرى مليئة أيضا بأنواع الفساد. نحن نحتاج إلى أن نبذل جهدا كبيرا، نبذل جهدا كبيرا في إصلاح مجتمعنا. نريد أن نعظم الناس الحرمات التي
أتى الشرع بها. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا تظنوا أن دورنا هو أن نحث الناس فقط على المشاركة في الانتخابات، لا، ده قضيتنا الأولى أن نفوز بإنسان، أن نكتسب إنسانا يصبح ملتزما مسلما مؤمنا محسنا. معنى الالتزام معناه أن يكون مسلما مؤمنا محسنا أفوز به. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا هو المكسب الحقيقي. سوف يكون هؤلاء عونا لنا بإذن الله على تغيير مجتمعهم إذا شهدوا منا أسلوبا طيبا، إذا شهدوا منا الخلق الحسن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا وجد مني خلاف ما يسمعه عني، وجد مني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وإذا وجد مني تنفيذ قول الله عز وجل: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون ويبغون في الأرض، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فننصر المظلوم، لا نكون سلبيين كما هو معهود عند كثير من الناس، يظلمون أحدا يضربونه بالأسلحة والناس يتفرجون. في قصة كنت قريتها في الجرائد عاملة لي جرح لغاية النهاردة في الشخصية المصرية في العهد السابق، نريد أن تتغير. قصة ميكروباص، كان فيه امرأة وابنتها ضمن الركاب، وأثناء الطريق وفي الصحراء أخرج أحد الركاب سلاحا وأمر الفتاة وأمها بالنزول، وهدد باقي الركاب وأخذهم في الصحراء واعتدى عليهما. وباقي الركاب ماذا صنعوا بعد ما نزلوا؟ كملوا الرحلة كأن مفيش حاجة حصلت. عاملة لي أزمة والله لغاية النهاردة من ألماني، وكل ما بحكيها بقول: ما لماذا وصلنا إلى هذه السلبية؟ لماذا وصلنا إلى هذه الدناءة؟ إن أصلا دي أختك أو والدتك أو زوجتك أو بنتك، هنفضل سلبيين إلى هذا الحد؟ مفيش واحد حتى لو إنهم اجتمعوا عليه وواحد تعرض لخطر، واحد خد له طلق ناري حتى ولو كان، بس مش هيفضل. الإخوة في ليبيا بيحكوا لي حاجة عجيبة جدا. أثناء الثورة وهم والثوار داخلين على اللي بيضربوا عليهم نار، بيضربوهم بطلقات طلق خارق حارق، طلق قد كده، قالوا للشباب بصدور عريانة بيتقدموا وبيضربوا بالنار وبيقعوا قتلى وجرحى، والناس مستمرة في الانطلاق وبيتكعبلوا في الميتين ومستمرين لغاية ما يجيبوا الراجل اللي بيضرب نار ويمسكوه وياخدوا منه السلاح أو يرمي السلاح ويطلع يجري. وهكذا انتصرت الثورة في ليبيا، وهكذا وجدتم الثمرة بالأمس حين أزاح الله الطاغية القذافي ونال شيئا مما أذاق الملايين منه، أذاق الألوف منه 50,000 قتيل غير الجرحى والمفقودين. نسأل الله أن يتقبل القتل في الشهداء. لكن واحد اتجرح، ولكن الكثرة تغلب الشجاعة كما يقولون. لو كل الناس انتفضت، وفي الحقيقة الثورة المصرية
انتفضت إلا انتصرت إلا بالعدد، أسقطت حسني مبارك إلا بالاجتماع والاستمرار، وأن نكون معا يدا واحدة. القضية دي قضية مهمة غاية في الأهمية، إن إحنا نكون إيجابيين في المجتمع، لا نترك هذا المجتمع يغرق أو يظل سلبيا يتفرج. أنا شايف إن إحنا لسه ما دخلناش في المجتمع، أنا شايف إن إحنا لسه بدري علينا. لما نقدر أقول لكم الكثافة السكانية في الحي بتاعكم كام، اعملوا إحصائية فيها، واعملوا إحصائية لعدد الشبان والفتيات، ودورهم إن الأخوات لازم يشتغلوا مع البنات، طالبات الجامعة الملتزمات لازم يعملوا نشاط دروس أي محو أمية، يعملهم نشاط لبنات الثانوي والإعدادي، يدوروا عليهم يقولوا لهم تعالوا نعملكم فصول تقوية، اللي مش متعلمات يعملهم فصول محو أمية، والمتعلمات يعملهم فصول تقوية. وشيء يسير ده إحصائية إن أولادنا لغاية تالتة إعدادي في نسبة أمية قريبة من 30%، بياخدوا الشهادة الإعدادية وهم أميين، ما بيعرفوه بالكاد يعرف يكتب اسمه لكن ما بيعرفش يقرأ ويكتب في الحقيقة. طب احنا ما نعرفش نعدل هذا الوضع بحيث ان احنا نقدم خدمة للمجتمع ومن خلاله ندعوه الى الالتزام، ندعوه الى ان يقترب من الحقيقة. وكلام ده للشباب، شباب الجامعة لازم يشتغل مع شباب الثانوي والإعدادي، ما سيبهمش فريسة للمجتمع المفسد من حولهم اللي بيديله سيجارة النهاردة ولفافة مخدرات بكرة وسنجة بعد كده ضمن العصابة اللي هتتكون واللي هيخطفوا البنت بعد ذلك ويعتدوا عليها والناس بتتفرج. لا، لازم نتغير، احنا اللي لازم نتغير الأول، ان احنا لازم نتحمل المسؤولية، لازم نتحول مسؤولية في قضية الدعوة إلى الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الكلام ده مش هيحصل إلا لو في إيمان صادق، إلا لو في إخلاص، إلا لو في حب لله عز وجل، عشان أنا مش هضحي بروحي ولا بأمني إلا وأنا معتقد إن في حاجة أغلى من كده، وإلا إنه لي حياة أخرى، يقول يا ليتني قدمت لي لحياتي. الحياة اللي جاية هي الحياة، ما احنا قاعدين في الدنيا عمرنا قد ايه؟ عمرنا 50-60 سنة، 70 سنة، ما تهيأليش في حد قاعد عنده 80 سنة، عمرنا على وجه الارض 80 سنة، لكن حياتنا في القبر ممكن تكون الوف السنين، وحياتنا اللي قبل كده احنا مش فاكرينها صحيح، لكن لنا وجود، لان ارواحنا مخلوقة من يوم او قبل ما قال الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. مسح الله ظهر آدم واستخرج منه كل ذرية هو خالقها واستنطقهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فإحنا لنا وجود قبل ذلك، أرواحنا مخلوقة قبل أبداننا، لكن كانش لسه جي عليها الدور، جه الدور ونفخ في أجسادنا ونحن أجنة في بطون أمهاتنا في هذه الأرواح. جاء الملك بهذه الروح التي جاء لها الدور، جاء عليها الدور أن تنزل إلى الأرض وتبث في هذا الجسد. والله ما اخترنا إن الروح بتاعتي تبث في هذا الجسد، ولا حد اختار جسمه، ولا حد اختار طوله وعرضه وجنسه، ولا حد اختار والده ووالدته، إحنا بدن وروح ما اخترناش امتى تنزل الروح. ده انا بقول على التاريخ الطويل بتاعنا عشان نعرف ان حياتنا على وجه الارض هي اقصر المراحل، من مرحلة الجنين وما بعدها هي اقصر المراحل، ويوم القيامة بس 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وبعد القيامة خلود ابدي، كل شيء ينسب اليه يساوي صفر، كأنه صفر. حياتنا دي 60-70 سنة محدودة للغاية، إيماننا بالله واليوم الآخر هو الذي يجعل واقعنا قابلا للتغيير، يجعلنا قابلين لأن نضحي،
وأن نبيع أنفسنا وأموالنا لله عز وجل، وبالتالي نبذل لأجل نصرة الإسلام ونسعى لتغيير مجتمعنا إلى الأصلح، ومجتمعنا قائد للأمة العربية والإسلامية. شوفوا الثورة المصرية لما نجحت كام ثورة قامت في نفس اللحظة بعدها مباشرة، بل ضحوا تضحية هائلة وعظيمة وما زالوا يضحون. هو كان حد يتخيل أن الشعب السوري ولا الشعب الليبي الذي عاش تحت القهر عقودا طويلة من الزمان لا يتحرك؟ كيف تحركوا ويبذلون أضعاف ما بذلنا؟ عدد من قتل منا أثناء الثورة على مستوى الجمهورية 700 و800. شوفوا ليبيا بقول لكم 50,000 قتيل، سوريا كل يوم يقتل عدد يضاهي ربما في مجموعه الآن عدة أضعاف لمن قتل في الثورة المصرية، وهم مستمرون. نسأل الله أن ينصرهم وأن يزيح طاغيتهم المجرم وطائفته وطائفته العلوية الكافرة. لذلك نقول القضية لابد وأن نعلم أن إصلاح مجتمعنا يترتب عليه إصلاح العالم العربي والإسلامي، فلابد أن يكون لنا دور في هذا الإصلاح. وكما ذكرت لابد لنا من دور مع الشباب، هو ده عملكم الذي تريدون أن تعملوه من خلال المسجد، من خلال الحزب، من خلال الدعوة الفردية، من خلال الدعوة الجماعية، من خلال الجامعة، من خلال المدرسة، من خلال النشاط الاجتماعي، من خلال العمل من أجل خدمة المسلمين، خدمة المجتمع كله. سوف نكسب كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. من الآن نريد أن نتغير علما، عملا، دعوة، احتكاكا بالناس، معاملة لهم بمقتضى شرع الله سبحانه وتعالى. إن لم نفعل فنحن نوشك أن نغرق. احذروا من الغرق واحذروا من الهلاك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو بكتر الكلام مصطفى بيقول لي هو كده خلصت، هو بكتر الكلام يا أخوانا. لا مش حكاية كده، أنا أريد أن أوصل رسالة لإخواني، أنا ليس بكثرة الكلام، العبرة بأننا لابد أن نبدأ عملا يختلف عن عملنا قبل ذلك. بيقول الأخ إيه ما هو الفرق بين الإخوان والسلفيين في المنهج أو في المنهجية؟ أنا مش عايز أتكلم في الفروق، أنا عايز أتكلم أنت عملت إيه. وإوعى تعلق سلبية، تعلق السلبية على شماعة اختلاف الإسلاميين، لأن الكلام اللي احنا قلناه النهاردة محدش بيختلف عليه، ونصرة الدين محدش بيختلف عليها. في ناس كتيرة بتحب متعودة على الفرجة على الكورة، فمتعودين يتفرجوا من غير ما ينزلوا يلعبوا. أنا نفسي الشباب كله يمارس الرياضة، بس نفسي إن هو ما يبقاش مهتم بالأهلي والزمالك. يعني مش القضية ان انا اهتم بالاهلي والزمالك، ابقى زعلان ان ولادي يكونوا اهمهم اللاعب الفلاني جاب جون ايه وعمل ايه وهو ما بيلعبش حتى كورة. انا عايزه يبقى جسمه سليم وجسمه يعني بيمارس بيه رياضة وما يكونش متعصب للاهلي والزمالك. فكرة الاهلي والزمالك دي هي المسيطرة على صاحب السؤال، هو ايه الفرق بينكم وبين الاخوان السلفية والاخوان؟ انا هقول لك، كل منا يريد نصرة الدين، ده متفق عليه. كل منا يريد أن يلتزم بالأخلاق الإسلامية والعقيدة الإسلامية الصافية، هذا قدر متفق عليه. في بعض الاختلافات بالتأكيد في اختلافات، أهمها الموقف من المخالف، ده من جهة المنهج، بأن هناك من يحاول أن يتوسط دائما بين كل الفرق المختلفة، بين السنة والشيعة، بين الصوفية والسلفية، وبين السلف والخلف، بين السنة والبدعة، يقول نقف في النص. وإحنا عندنا أن النص هو الوسط الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو في الأصل وسط. لو أنا عملت أنه مسافة بين النقطتين دول، النص هنا، وبقت الناس واقفة هنا،
ويجي واحد قال لي لا معلش خلينا وسط بينك انت وبين الطرف ده هنعمل الوسط هنا. وبعد شوية واحد هيقول لي لا خلي الوسط ما بينك وبين النقطة دي هنعمل الوسط فين هنا. فكل شوية هنعمل كده لغاية ما نوقع بره. فهي دي القضية. القضية ان الوسطية هي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه الخلفاء الراشدون والسلف من القرون الثلاثة الأولى. القرون الأولى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده أنا بتكلم على إجابة السؤال، بس أنا مش عايزك تبقى أنت قضية الأهلي والزمالك مسيطرة عليك. إحنا الحمد لله أن هم عملوا الانتخابات بالقائمة النسبية علشان يبقى كلنا كسبانين، كل واحد هياخد نسبة على قد ما يستطيع إقناع المجتمع بأنه نافع له. ونحن متفقون على التزام الأخلاق الإسلامية، بيننا تعهد، بيننا ميثاق شرف على أن كل منا سيلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، بل غير المسلمين نعرف أنهم لهم أمان يعيشون في وسطنا بسلام وأمن، ما لم يحاربون في الدين فنحن نعرف لهم أيضا حرمة الدماء والأعراض والأموال. لذلك نقول سنتعاون معا ضد البلطجة وضد التزوير بإذن الله تبارك وتعالى، لكن أقول من جهة الخطاب السياسي بالتأكيد في اختلاف. نحن بيقولوا علينا سزك سياسيا، السزاجة دي أنا شايف أنها مطلوبة، يعني أن احنا ما نعرفش نلف ولا ندور، وما أعرفش أتسأل سؤال أجاوب إجابة بيسموها دبلوماسية، لا ما أعرفش أتسأل سؤال عن الدين هجاوب بما قال الله وقدر رسوله. سألوني هو أنتم والمسيحيين كفار؟ قلت له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. ناس بتقترح علينا أن تكون إجابتنا سياسية دبلوماسية تهرب من السؤال، ده كلام ربنا والله ما أهرب منه. هذه السذاجة دي سذاجة مطلوبة، سذاجة أن اللي بعتقده هقوله ومش هلف ودور، ولن أكون لن أخجل من عقيدتي، ومش هقول على آية من كلام ربنا أبدا هو ده وقته، عمري ما هقولها أبدا. كلام ربنا في كل وقت وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ولا يمكن أن أكتم علما علمنيه الله عز وجل، وقد سئلت عنه خصوصا على الملأ، ده بيني وبين أحد وعلى الملأ، إذا سئلت عن شيء لابد أن أجيب. بس أنا عندي فقه في الواقع كما عندي فقه في الشرع، استغفر الله، أنا لا أقصد نفسي ولكن أقصد المنهج السلفي، أنه يعرف الجمع بين الواقع والشرع، أعني يختار. الشرع أتى بنصوص كثيرة لأحوال مختلفة، زي بالضبط كده كتاب الطب بيقول مرض الضغط له دواء الفلان، ومرض الحمى التيفودية له الدواء الفلان، والطفل اللي وزنه 3 كيلو له الجرعة الفلانية إذا مرض المرض الفلان، والراجل اللي وزنه 150 كيلو له الجرعة الفلانية إذا مرض المرض الفلان. الكلام ده موجود في كتاب الطب. أنا كدكتور مهمتي إيه؟ مهمتي إن أنا أي عيان يخش لي أكتب له نفس الدواء عشان أبقى ثابت على مبدئي. جالي طفل عنده مغص، طفل رضيع عنده مغص، أديله دواء الضغط بتاع الراجل الكبير اللي وزنه 150 كيلو جرام، يبقى أنا موتته مش كده؟ أنا مهمتي كطبيب إن أنا أشوف المرض المريض ده إيه مرضه والجرعة المناسبة إيه والدهاله. وكل الكلام ده موجود في كتاب الطب ولا لأ؟ موجود في كتاب الطب. فأنا عندي نصوص كثيرة تطبق على واقع. مهمتي كداعية وكطالب علم وك يعني على سبيل بذل الجهد في معرفة الحق أن أعرف الواقع الذي يعيشه،
وأي النصوص تنطبق عليه ليطبقه، ليطبق هذه النصوص على هذا الواقع، لأني لو طبقت نصوص على واقع مختلف أكون قد ضررت ضررا بالغا، وكلها نصوص حق. يعني على سبيل المثال، لو قلت لأهل بلد محتل نزل به العدو لو وهم معهم ما يقدرون به على الدفع، زي يوم غزة واليهود هجمين، لو قلت لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كفوا أيديكم، ارمي سلاحك، اصبر واحتسب، واليهود داخلين، زي ما بعض المشايخ ربما تكلم بذلك، يبقى أنا عملت إيه؟ يبقى أنا موتهم، يبقى أنا طبقت نصا في غير موضعي. طالما أنت عندك ما تقدر على أن تدفع العدو، معاك سلاح ومعاك مقاتلين ومعاك ناس اتدربت، وهو هاجم عليك، أقف جنبه وأقول له استعن بالله وقاتلهم. طب كنا بنقول للناس حاجة تانية لما كان التسلط والظلم والطغيان، يوم من الأيام مفيش فايدة، أعمل إيه أنا في الميكروفونات؟ أنا حاططها في بقي تقريبا بس كل شوية بنساها. في يوم من الأيام وجدت أن أخبرني الإخوة بأن أخا قد قتل تحت التعذيب، وحاولت وذهبت بالمشايخ وطلبت مقابلة وزير الداخلية في ذلك الوقت لكف هذه المأساة عن المسلمين، وقالوا لي ساعتها وهم بيضحكوا، هو أنت عرفت منين إن هو اتقتل؟ مش لما يطلع تقرير الطب الشرعي يبقى ليك الكلام؟ وعلمت من تهديداتهم التي أعرف أنهم من ليس صعبا عليهم أن ينفذوها، أنه لو أن الإخوة خرجوا للمقاومة بطريقة أو أخرى لأصبح بدل هذا الشهيد إن شاء الله الذي نرجو له الشهادة لأصبحوا 100، وليس عندي ما أدفع به. فخطبت للإخوة وقلت لهم هناك مرحلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى عمارا يعذب ويرى ياسر ويرى سمية، وقال لهم اصبروا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. قلت لهم إن في مرحلة اسمها كده، في مرحلة اسمها استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وإلا لا حصلت مجازر ولا أستطيع دفعها، ولأني لا أطمئن أبدا إلى أن الناس سيتحركون معكم، بالعكس هيقولوا هم دول اللي حرقوا الكنيسة بالظلم والزور، وبالتالي هم دول المستحقين للقتل، وساعتها هتطلع عشرات الفتاوى بأن دول خوارج محتاجين يتقتلوا، زي ما كانت بتطلع فتاوى قبل ذلك بأن دول خوارج يستحقون القتل عشان بيقولوا الحكم بما أنزل الله، وإن ده كلام الخوارج والعياذ بالله. فأنا بقول دوري إن أنا أطبق نصوص الشرع على واقع معين، ولو إن أنا طبقت عليهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، لناس عامتهم العساكر الغلابة دول اللي بيسمعوا الكلام لأنهم اتربوا على ذلك ليسوا بمشركين، وإن كانوا يخدعون من قبل منافقين لأن هؤلاء يجب قتلهم، وظلموا أنفسهم بالطاعة العمياء، ولكن لا يمكن أن يكون جزاؤهم القتل زي ما البعض بيعمل، بيطبق وقاتلوا المشركين كافة على اسم الشرطة، بيطبقوا على غير واقعه، يروح يعمل لي تفجير يفجر فيه الضباط والعساكر ويقول أنا بجاهد في سبيل الله، مش ده حصل في سيناء وحصل في حتت كتيرة، يحط قنبلة في سوق وممر المسلمين ويقول لك عشان نقتل الكفار، ما هو طبق غلط. فأنا بقول ده أنا خرجت من هذه النقطة، خرجت إلى هذه النقطة من نقطة أن خطابنا السياسي والدعوي خطاب واضح وصريح، في نفس الوقت يجمع بين الفقه بالشرع والفقه بالواقع.
هناك غيرنا خطابه السياسي يميل إلى الدبلوماسية كما يسميها، ويميل إلى الهروب من الحقائق، وأحياناً أن يقول خلاف الحق سياسة. وأنا أقول لا، السياسة اللي إحنا جايين نمارسها النهاردة سياسة مختلفة، سياسة ملتزمة بالشرع. فهذا في المنهج وفي القضية السياسية. هتعملوا إيه لو مسكتم؟ يقولوا هتعملوا إيه لو كسبتوا في الانتخابات؟ بنقول أملنا في أن نحقق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس، قال من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. نريد هذا حق للناس، لكل واحد في دنياه، ونريد في الدين أن يحفظ له دينه. إقامة الدين، إقامة الدين بأن يوجد الشخص المسلم المؤمن المحسن، نربي الناس على ذلك من خلال أنظمة حياة إسلامية في السياسة والاقتصاد والاجتماع ونظام العقوبات ونظام الحرب والسلم ونظام الإفتاء والدعوة ونظام القضاء والحدود وفصل الخصومات بين الناس بناء على الشرع. أنظمة الحياة الإسلامية نريد أن توضع لها نواة، ونريد أن تطبق بإذن الله تبارك وتعالى. إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. نريد أن يتحقق للناس في دنياهم الأمن، لأن هذا حقهم، أن لا يفزعوا، أن يأمنوا في بيوتهم وفي طريقهم. أنتوا النهاردة خايفين من مسكين السنجة، كان زمان الإخوة خايفين من أمن الدولة. الاثنين ضد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنا في سربه. من حق كل إنسان أن يعيش في أمن طالما لم يحارب الدين ولم يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، طالما حتى لو كان كافرا، طالما لم يحاربنا في الدين له حق أن يأمن، طالما التزم بما عهد عليه وصلح عليه. فلذلك نقول نريد أمنا لكل إنسان، ويكون له سرب، يكون له حق سكن، ويكون له حق غذاء وصحة، معافا في بدنه، وغذاؤه هذا عند وقوت يومه أهم منه غذاء آخر، غذاء الروح، تعليم وإعلام، حتى يكون سليم القلب بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الذي نريد أن نحققه من خلال عملنا بالإسلام ومن أجل الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.